السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، يعني وين المباراة الكاميرون وين غادي تكون يوم 26 مارس بملعب الأولمبي، ملعب أولمبي ما تعجل. هي شوف ما نأمنوش تتبقى ديك سيمانة، وعندهم سيمانة قبل يعني يعني نقولوا باللي سيمانه قبل لا تبدا تلعب المباراه يلونسوا الملعب ويلونسونا ساعه، في طو يكون التربص. اي مدرب يعمل على ذاك الوقت، التوقيت يعمل على التوقيت، والملعب يكون على بالو وينه، هذه باش يكون على بالكم. وين ثمانية ثاني كنزيدوا نروحوا الامر مهم، وهي 72 ساعه فقط امام بالماضي من اجل يعني نقولوا باللي من اجل التحضير لمواجهة العودة بملعب الشهيد مصطفى التشاكر. يعني غادي تكون 72 ساعة برك، 27 26 نلعبو، 27 28 يومين تما نهار، قولوا نهار ونلعبو لباتنا. وين قرر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم استقبال ضيفه المنتخب الجزائري في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022 بقطر على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة، يعني بدل من الملعب جابوما بمدينة دوالا. دي صعيبة، أنا ما غاديش نأمن، أنا على حسب ما نعرف لي زافريكا ما غاديش نأمن. أنا تتبقى سيمانة باش نعرف بلي الملعب هذاك صح غادي نلعبو فيه ولا ما نلعبوش فيه، ما والله ما نأمن كاع. وين أقيمت على أرضية الملعب الأولمبي غالبية المباريات الدور الإقصائيات من كأس أمم إفريقيا والتي استضافتها الكاميرون مؤخرا، وتسجل الإشارة إلى أن هذا الملعب قد شهد خلال بطولة كأس أمم إفريقيا حادثة أليمة ناتج عنها وفاة العديد من المشجعين بسبب تدفعهم لمشاهدة مباراة الكاميرون ضد جزر القمر بمرحلة الثمن النهائي. يعني طبعا هذه احنا اش دخلنا في بنقولوا اشباح ماتوا وخرجوا لنا فستان ولا ما شوف، هذه تاع مشهد اليم صرات فانيك في البرازيل، برازيل فانيك صرات مدرج هذاك تاع اللي يجوا طالعين به داخل بيدخلوا بيدخلوا للتريبيل طاح، اي تصرا هذه تصرا. ويتواجد الملعب الاولمبي في وضعيه ممتازه حيث ان عشبه الطبيعي ظهر في افضل حله خلال محافل الإفريقية، وهو ما يعتبر أجمل خبر بالنسبة للمنتخب الجزائري. وكان جمال بالماضي مدرب الخوض متخوف من اللعب في أرضية ملعب جابومة بمدينة دوالا والتي يعرف فيها رفقاء قائد رياض محرز، طعم لا يعرف لم يعرف فيها طعم الانتصار خلال البطولة الإفريقية وخروج من المرحلة المجموعات. يا ودي درتم مؤامرة بغيتو ديرو كوبلا درتو بومبا وطردقت عليكم وصايك المدرب وجماعة لابيسين، هذه هي درتو بومبا بغيتو ديرو بومبا للشارب دين عمارة ها طردقت عليكم. وستقوم مباراة الذهاب بين الكاميرون والجزائر يوم 26 مارس القادم، ولكن لم يتم الكشف عن توقيت لحد الساعة، وعلما أن الأخبار السابقة تتحدث عن تاريخ 23 و24 مارس قبل أن تؤكد الفيفا بأن اللقاء سيجري يوم 26 من الشهر المقبل في انتظار تحديد توقيت، في حين أن اللقاء الإياب سيجري بالجزائر يوم 29 مارس في نفس الملعب يعني بالبليدة. ويبقى لافت في خيار الاتحاد كرة القدم الكاميرونية هو تخليه عن ملعبه الأسطوري أحمد، والذي لم يعرف فيه الأسود الهزيمة في تصفيات مونديال منذ السبعينات القرن الماضي. ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الشباب والرياضة الكاميرونية تجديد ثقتها في المدرب أنطونيو قبل مواجهة فاصلة والتي ستجمعهم بالمنتخب الوطني الجزائري يوم 26 مارس المقبل. وجاء هذا القرار من السلطة الكاميرونية رغم إخفاق أنطونيو في قيادة المنتخب الكاميروني للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2022. المهم دروك يعني الملعب ولا تبقى عند اللاعبين، تبقى عند اللاعبين غادي كلش يعني عند اللعابه. ونقول لكم ونعاود لكم غادي نديروا
وغادي نربحوا دو ان في الكاميرون، غادي نديروا وهنا نربحوا دو ان. خليفي جا الجزائر، خليفي جا الجزائر، وخليفي صديق صاحب انفرتينو، والشعب الجزائري جماهير الجزائرية يعني التنقلات تاعها بقوة من عبر أنحاء العالم، الناس حنا يروحوا بصح ثاني يدير في المونت كاع يهودوا، يعني عندها القاطر تحوس تخدم على روحها، الكاميرون شحال عندها غادي يروحوا شحال عندها يدخلوا، بصح الجزائري يديبلاسي، الجزائري يديبلاسي، وشافوا في الكأس كأس العرب، كأس العالم تاع العرب. يعني غطينا انطباع لي ستاد معمرين بيان سبور خدمت على روحها، مباراة 90 دقيقة لحقت باقي لها 5 ملايين متفرج فيها متابع. على ذيك نقولوا بلي ودي ما من قطر باغية الجزائريين يجوا، باغية الجزائريين يجوا قطر، وباغية الجزائريين يجوا. حنا معليش نقولوا خليفي جا لهنا باش جا بصح كي جا غادي كاين امور ان شاء الله بربي. ايطورا داخل في حيط، ايطو دخل في حيط، وما نعايرش ايطو، انا ماشي كما دوك الناس اللي عايرهم يعايروا في ايطو، كلش ما نعايروا ايطو ما والو. ايطو جا يبغي بلادو، نظم كاس افريقيا في بلاده. حنا في 2015 اعداء الجزائر في تونتا ما تفرحش، قال لك لا ما ننظموهاش. 2017 قال لك لا ما ننظموهاش. هذا الاعلام مع اللي خرج لهم الحاج قال لهم يا ودي ما تعايروش، كلش يوصل عند عيسى حياته. اش قال لك ولو يعايروا فيه بالعاني في عيسى حياته هاكا ودو. والسلطه في ذاك الوقت، السلطه اللي كانت مدنيه في ذاك الوقت كان يحكم فيها حداد، هي اللي ما خلاتش مع ماجر وكلش ما خلاتش الجزائر تنظم كاس افريقيا. جاء عيسى حياته من المغرب ميري بيزاو، جا قعد هنا 6 ايام باش يدي الموافقه، وقال لهم انا نجيب الغازو من اسبانيا، قال لهم عندكم البليده وعندكم السنجوي، عطوني 3 ستاد برك، زيدوني 3 تاع لي ستاد عنابه وقسنطينه، وزادوا بغاو يعطوا ستاد تاع بجايه، قال لهم الغازو انا نجيبه كيما دار في غينيا الاستوائيه من نظمها، جابوا الغازو رولوات وفرشوه وفاتت 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 نورمال، ضيعناها زوج خطرات. ايطو يبغي بلاده نظم كاس افريقيا، المهم واجه. قعدت الناس كانوا نهار الاول ايطو من بعد داروا على ايطو، لا يعايروا في ايطو، على ولا يعايروا في ايطو، كان ايطو محسوب هو اللي قصى الجزائر برومي تور كل شيء، ولات الباقي هذه هي. وحنا دروك باقي عندنا دروك كاس افريقيا 2019 جبناها، كانوا لاعبين ملاح، شويه معاونا من وشويه معاونا من، وكانوا لعابه ملاح. حنا لا رانا خايفين، انا راني خايف على والله العظيم، خلوني نتاع او دو خلونا نجبدوها، على رانا خايفين المستوى راه فيه شحال برك على بالك ديال حسابك قريبه دي اي السينيغال مع 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 مصر، وين تكملوا 6 فيفري مصر غادي يلعبوا تما في ظرف شهر، غادي يلعبوا 3 ماتش، لعبوا فينال ويلعبوا الي روتور عندهم في ظرف شهر 3 ماتش. شو كي قريبه، حنا فين قريبه لنا كو زعماك لعبنا العام اللي فات كاس افريقيا العام اللي فات، والسنه رانا جايبينها ربحوا وزهو منا ومنا ومنا، وراش خايفين؟ كنا نقولوا بلي نجيبوها كيما كنا نقولوا نجيبوا كاس افريقيا ونجيبوا البلوندا، انا مشي مليا تهضر وفلان يهضر ومومن يقول لك خط ما خط احمر وخط اصفر والغايطه يغيط من هيها، وهذاك سينيكيتو يغيط من هي، كاع الناس تغيط، وردي الناس اللي يقول لك جيب المستوى ردينهم اعداء. هيك شو كيفاش؟ على هذيك ان شاء الله بربي يكون ان شاء الله تكون كما يقول لك الروح غاديك، غادي نخلعوهم ونجيو هنايا نعطوهم 3 ثاني، نعطوهم 3 هنا يدو 3
غادي يدوهم اوفيسيال، ثلاثه يدوهم،